في كل سنة من الوقت ده بنبتدي نقول نتكلم على ليلة القدر، والكلام جميل وكل مرة نستمتع بيه إن شاء الله يا رب، لكن إزاي نفوز بليلة القدر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر سميت بقدرها، سميت بصفتها، هي ذات قدر. ونحن كعرب، والقرآن عربي للعربي ولغير العربي، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني رجاء أن الناس تفهم الدين، ربنا أنزل القرآن عربي. طيب، فلازم دايما ووجه دايما اللي بيسمعوني والناس الأفاضل أنهم ينظروا للمعنى اللغوي. فمعنى القدر أنها ذات قدر باختصار. طيب، ذات قدر يبقى لابد أن أنا أنتبه ليها وأترقبها وأفهم إيه الموضوع. وعايز أقول لحضرتك أستاذ عبير والجمهورك من خلال برنامجك، وطبعا ببارك لك على البرنامج وإن شاء الله من نجاح لنجاح إن شاء الله، أن ليلة القدر ليلة هدية من ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. هدية، الحكمة منها قد يغفل عنها كثير من الناس. حكمة ليلة القدر إيه؟ موضوع ليلة القدر دي وهي ذات قدر ليه؟ عشان تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، وأنزل فيها القرآن فقط. طبعا ده نشان كبير، دي حاجة كبيرة جدا طبعا، لكن أنا مستفيد إيه منها؟ شوف يا فندم، ليلة القدر هي هدية من ربنا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن منها، اللهم صل عليه. هدية يعني إيه؟ يعني فيها فائدة وفيها بهجة وفرح. بإيه بقى؟ بأن يكافئ المرء المسلم من أمة سيدنا النبي الأمم السابقة في الحسنات. يحصل تكافؤ. أيوة، لأن هم كانوا أعمارهم كبيرة جدا. بالضبط، وكان في منهم ناس قضتها أصلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. طبيعي.